سنجل ستيج، الريشة بتتحرك بسرعة 180 متر في الثانية. مديني مباشرة يا شباب، بدل ما يديني القطر والار بي ام اداني اليو 180 متر على الثانية. النوزل انجل، النوزل انجل اللي هي زوايا اول صف من الريش اللي سميناه الفا 2 ب70 درجة. النوزل افشنسي، كفاءة النوزل ب90%. الادياباتيك انصلب دروب، مديك بدل ما تخش الخريطه مديك الدلتا اتش ايزنتروبيك او ادياباتيك اللي هو النظري 100 كيلو جول على كيلو جرام. مديني البيتا 3 ب35. مديني بعد كده الفلوريت 500 كيلو جرام في الساعة. مديني بقى معامل الريشة اللي احنا قلنا ان دبليو 3 بتساوي ثابت في دبليو 2. البليت كوفيشنت مديهولي ب92%. طالب منك الباور بتاع التربينه دي كام؟ بالكيلو وات، وعاوز الريلاتيف افشنسي او كفاءة المرحلة نفسها بكام؟ هنزود عليها ثلاث مطاليب سيجما وفاي وابسال. ماشي يا شباب؟ ده سنجل ستيج امبلس تربين. لو في بعض المسائل ما بيديش كفاءة النزل ويديك الكي، اعتبر دي هي الكي نوزل. ركزوا في الحته دي، يعني الكي بتاعت الريشه دي خاصه بالريش المتحركه والريش الثابته، بس قلنا في بعض المسائل ساعات ما بيديش ايه؟ ايتا نوزل اللي احنا بنجيب منها كي نوزل، فاعتبر الكي بي هي الكي بتاعت النوزل. اشتغل فعل يعني يا شباب، بدل ما تقول ايتا نوزل ب100%. اول حاجه تعملها ارسم مثلث سرعات. اول حاجه عندي ايه؟ اهو دبليو ايه 2، وبعد كده اليو واقفل المثلث بسي 2. ماشي كده؟ السي 2 دي قلنا المسافه دي كلها سي واي 2، ودي اللي بحتاجها في الشغل. هنا سي اكس 2، عندي زاويتين، زاوية الدبليو بيتا 2، زاوية السي الفا 2. كده انت رسمت مثلث السرعات عند الدخول. عاوزين نرسم مثلث السرعات عند الخروج على نفس القاعدة اللي هي يو. اه دبليو 3 يمشي كده ايه؟ يو يقفل المثلث يا شباب سي 3. يبقى انا كده رسمت مثلث السرعات الدخول والخروج على رسمه واحده لان القاعده ثابته. هقوم جاي كده راسي الزاويه الاولى الفا 3 والزاويه بتاعت الدبليو بيتا 3. السي 3 بتتحلل سي واي 3 وسي اكس 3 لان في احتكاك، فهتلاقي في اختلاف للاكسل فيلوستي. المسألة ده بالذات هتطلع السي واي 3 بالسالب وانت بتحل بالارقام. معنى بالسالب يعني ايه؟ ما تغيرش الرسمة. وانت بتعوض في القانون بتاع الشغل هتقول يو سي واي 2 جمع جبري ناقص سي واي 3. بس هتحط السي واي 3 بالسالب، هي المفروض زائد بس هتحطها بقى يا شباب
هي معناها ايه يا شباب؟ ان النيو دي كانت وصلت لحد هنا والسيتا دي جت كده، بس انت مش هتغير الرسم خلاص، انت هتشتغل بالقوانين تطلع سالب عوض ايه؟ جمع جبري عندي. اعمل ايه يا شباب؟ اول حاجه تعملها عشان ارسم المثلث ده محتاج السي 2. اجيب السي 2 منين؟ السي 2 بتساوي ايه؟ كي نوزل. الكي نوزل اللي هو ايه؟ جذر ايتا نوزل مضروب في السي 2 النظري اللي هي جذر 2000 ليه 2000؟ لان مديني الدلتا اتش بكام؟ بالكيلو جول 100 زائد سي 1 تربيع اللي هي بصفر. ماشي يا شباب؟ احنا قلنا لو انتوا فاكرين ايتا نزل بتساوي طاقه الحركه الفعليه اللي هي سي 2 تربيع على طاقه الحركه النظريه. انا خدت ايه؟ جذر بس للطرفين. كده اقدر اطلع السي 2 بالمتر على الثانيه، مع اعتبار ان السرعه اللي داخله النزل سرعه صغيره جدا، وساعات بيديها لك، ساعات بيديها يا شباب. ماشي يا شباب؟ عشان الناس ما تتعودش تحط السي اللي داخله بزيرو. خلاص عندي سي 2 وعندي يو. طب ما هو طالب منك سيجما، يا السيجما بتساوي ايه؟ يو على ايه يا شباب؟ هتطلع علامه 4-2 قريبه من مين؟ لو انت شغال اوبتيمم، الاوبتيمم هنا كام؟ نص ساين الفا 2. لو انت جبت الاوبتيمم سيجما اوبتيمم هتلاقي نص ساين 70، هتلاقي السيجما اللي انت حسبتها فعليا قريبه منها. انت لسه مش شغال عند الاوبتيمم، بس شغال ايه؟ ريال اللي هي حاله حقيقيه. خلاص كده يا شباب جبنا السي 2. انا محتاج الشغل ليه؟ هو الشغل بيساوي ايه؟ انا محتاج الدم بتاع الستيج بيساوي ايه يا شباب؟ يو سي واي 2 زاد. انا لو جبت السي واي 2 والسي واي 3 جبت الشغل، اضربه في الام دوت يديني الباور. ها حد يقول لي السي واي 2 بقى اجيبها ازاي وعنده الفا 2؟ مش انت عندك سي 2؟ لو انا حللتها افقي وراسي يديني ايه؟ يبقى سي واي 2 سي 2 ساين الفا 2، صح كده؟ يبقى انا جبت السي واي 2 بالمتر على الثانيه. لو انت عاوز السي اكس هيبقى سي 2 كوزاين الفا 2. يبقى انا عندي السي 2 كده كوزاين وكده صاير. ماشي يا شباب؟ طيب انا محتاج من المثلث الاولاني الدبليو 2 عشان اقوم ضربه في الكي يديني الدبليو 3. حد يجيب لي الدبليو 2؟ ها هاتوا باي حاجه. دبليو 2 ده وتر بتاع مثلث، الجذر التربيع لايه؟ ها يبقى طول سي واي 2 ناقص يو كل تربيع زائد سي اكس 2 الكل تربيع. كده جبت الدبليو 2 ولا لا؟ عندي السي واي 2 وعندي اليو وعندي السي اكس، طلعناها بالمتر على الثانيه. خلاص كده يا شباب يبقى اقدر اجيب الدبليو 3 بتساوي ثابت في دبليو ايه؟ 2. حد يجيب لي بيتا 2 اجيبها ازاي؟ هي هي اجيب ايه؟ دبليو 2 منين يا شباب؟ طب حد يقول لي ساين بيتا 2 بكام؟ ساين بيتا 2 اللي هي ايه؟ سي واي 2 ناقص يو على اطلع منين ايه؟ خلاها ساين احسن. يبقى انا جبت دبليو 2 الساين بيتا 2 بتساوي المقابل اللي هو ده اهو سي واي 2 ناقص يو على دبليو 2. طلعت من المعادله دي ايه؟ بيتا 2. كمان في احتكاك يا شباب، مش هتلاقي بيتا 2 تساوي بيتا 3، ومش هتلاقي سي اكس 2 بتساوي سي اكس 3 طالما مديني معامل الريشه. بس هتلاقي في انحراف بخمس درجات ست درجات، هتلاقي الفرق كده. اجيب سي واي 3 ازاي يا شباب؟ روح لمثلث الخروج. ايه اللي موجود عندك؟ مديك هو بيتا 3 في المساله ومعايا الدبليو 3. ايه رايك في نفس القانون ده بس هستخدمه لمين؟ ساين بيتا 3
الوتر بتاع المثلث دبليو 3 ها المفروض هنا هتبقى سي واي 3 زائد يو، يبقى هتبقى سي واي 3 زائد. اطلع من المعادله دي يا شباب هتطلع بالماينس، هتطلع بالماينس. اطلع اعوض هنا اجيب ايه؟ الشغل بس اضرب في 10 اس سالب 3 عشان تطلع اليونت يا شباب. كيلو جول على هتحط سوى 2 بالموجب والسوى 3 زي السالب هتحطها زي ما هي بالسالب. هطلع من هنا الشغل بالجول على كيلو جرام قاسم على 1000 يطلع كيلو جول على كيلو جرام. الباور بتساوي ايه؟ خلاص الباور بتساوي ام دوت ستيم اللي هو مديها لك في دبليو ستيج تطلع بالكيلو وات. يبقى ده الباور اللي هيطلع من مرحله واحده اللي هي سنجل ستيج امبلس تربل. اديك الام استيمال بس كيلو جرام على الساعه قسم على 3600 عشان تبقى كيلو جرام على الثانيه يا شباب. ايه تستيج بتساوي ايه؟ الاوت بوت ايه؟ الشغل الطاقه اللي داخله ها نص سي 2 تربيع. اليونت بتاع الدبليو ستيج يا شباب كيلو جول على كيلو جرام، يبقى لازم تحط هنا ايه؟ 1000 عشان يبقى فوق كيلو جول على كيلو جرام وتحت كيلو جول على كيلو جرام. هتطلع 78% الكفاءه دي. الحل بتاع المسالتين النهارده هرفعهم لكم يا شباب ما تلاقوش. حل بالارقام، انا حاليا امبارح بالارقام. الفاي بايه؟ الفاي. الفاي. قانون الفاي ايه؟ سي اكس على ايه؟ على يو. اخد السي اكس منين؟ خد المتوسط يا شباب. سي اكس 2 زائد سي اكس 3 على 2 هتلاقوا قريبين من بعض. ولو خدت اول واحده مش فارقه لان يبقى في ايه؟ يبقى الفاي بتساوي السي اكس المتوسطه على اليو. طب سي اكس 3 اجيبها ازاي؟ خلص عندك بقى بس ماشي. طب الابصاي بتساوي ايه؟ الابصاي دبليو ستيج على ايه؟ الابصاي الفاي يا شباب سي اكس على يو. الابصاي بتساوي ايه؟ دبليو ستيج على يو تربيع. ركز في اليونت، اليو تربيع وحدتها جول على كيلو جرام، لازم الدبليو ستيج تبقى جول على كيلو جرام. ماشي شباب؟ سي تربيع او السرعه تربيع دي اليونت بتاعها جول على كيلو جرام، يبقى لازم فوق الدبليو ستيج تبقى جول على ايه؟ على كيلو جرام. طيب بعض المسائل دي ممكن يقول لك انت شغال عند الماكسيمم يوتيلايزيشن فاكتور، شغال عند الماكسيمم يوتيلايزيشن فاكتور. هات لي الباور، حد يقول لي الدبليو اوبتيمم بتاع السنجل ستيج كام عند الماكسيمم يوتيلايزيشن فاكتور؟ فاكرين؟ لا ده السيجما اوبتيمم نص ساين الفا 2 2 يو تربيع. يبقى لو قال لك انت شغال عند الماكسيمم يوتيلايزيشن فاكتور في عندك ثلاث قوانين. اول قانون اللي هو السيجما اوبتيمم اللي هي اليو على سي 2 نص ساين الفا 2. في حاجه من الاثنين، لا يديني اليو اجيب السي 2 او يديني السي 2 اجيب اليو. الحاجه الثانيه الشغل الاوبتيمم 2 يو تربيع. يبقى بدل ما اقعد اجيب بقى سي واي 2 وسي واي 3 زي ما انا حليت هنا، هقول ان الدبليو ستيج اوبتيمم 2 يو تربيع في 10 اس سالب 3 كيلو جول على كيلو جرام. ولو طلب الكفاءه هقول له ساين تربيع الفا 2. لو طلب الايه اللي هو اليوتيلايزيشن فاكتور هقول له ساين تربيع ايه؟ الفا 2. ماشي شباب؟ بس المساله دي ما قالش ولا ماكسيمم يوتيلايزيشن فاكتور ولا اي حاجه. وفي الحاله ديت لو قال لك ماكسيمم يوتيلايزيشن فاكتور يبقى مثلث الخروج ايه؟ راديال. في الحاله دي المثلث ده هيبقى كده خارج راديال، يعني السي 3 بتساوي السي اكس 3
والالفا 3 بتساوي 0. بس الكلام ده امتى؟ عند الماكسيمم يوتيلايزيشن فاكتور. ماشي شباب؟ لان في ناس بتجي لها مساله كده وتلاقي يرسم مثلث السرعات الحاله الجنرال. لا، انا لما بشتغل عند الماكسيمم يوتيلايزيشن فاكتور يبقى لازم المثلث خارج قائم راديان، والالفا 3 بكام؟ بزيرو. هتطلع وانت بتحل. اه ماشي. كيرتز بقى يا شباب، ممكن يجي تلاقي جايب لك اثبات كيرتز وتحته مساله كيرتز، تقعد لك تحلها ساعتين ثلاثه، وتقعد بقى تحل تنسى بقى التربو جيت والتربو فان. نعمل ايه في كيرتز بقى؟ رسم مثلث السرعات وكفاءة الاستيج والباور لتو رو كيرتز، يعني هتاخد كام صف او مرحلتين من كيرتز، بس هو بيسمي كيرتز كلها ايه؟ مرحلة واحدة يعني. يبقى انت عندك شغلين، شغل المرحلة الأولى وشغل المرحلة الثانية. مديك في المسألة ديت الايزونتروبيك انسالب دروب 260 كيلو جول على كيلو جرام. مديك السيجما بتساوي 24 من 100. شفت الرقم ده؟ احنا ما اشتغلنا في كيرتز كان الاوبتيمم بكام؟ سيجما اوبتيمم بكام؟ ربع ساين الفا 2. قلت لك اعتبر الالفا 2 ب 70 او 90، هتلاقي اللي بيديها لك بيديها لك قريبه من ربع. لو انت فاكر الثانيه السنجل كانت قريبه من نص، علامه 4-5. ماشي يا شباب؟ فمديك السيجما ب 24 من 100، النوزل انجل ب 74 درجه، مديك بقى بيتا 3 بتساوي بيتا 2 ناقص درجتين، بقول لك فين انحراف درجتين نتيجه للاحتكاك، والفا 2 داش بتساوي الفا 2 ناقص 6 درجات، وبيتا 3 داش بتساوي بيتا 2 داش ناقص 16 درجة. حلوت دي في السكشن ولا حاجة؟ حلوتوها؟ بلو هنا. والماس فلوريت 100 كيلوجرام في الثانية. ومعامل السرعات 90% او 9 من 10. بس كم مثلث يا شباب بتاع الكيرتز دي؟ كم مثلث؟ 3. وخلي بالك ما هوش ولا ماكسيمم يوتيلايزيشن ولا اي حاجه. هترسم المثلث الاولاني، اه دبليو 2 يو سي 2 دبليو 3 يو سي 3 الطول ده كام؟ سي واي 2. والطول ده كام يا شباب؟ سي واي 3 اللي احنا سميناها دلتا سي واي. سي اكس 2 سيكس 3 الزوايا بيتا 2 الفا 2 الفا 3 بيتا 3. نفس المثلث ده هتكرره تاني، بس هتسمي الاثنين 2 داش والثلاثه 3 داش، اللي هو المرحله اللي بعد كده. انا محتاج شغل المرحله الاولى. هو الشغل بيساوي ايه؟ يو سي واي 2 زاد. انا هجيب لكم شغل المرحله الاولى ونفس الكلام ده هتطبقه على شغل المرحله الثانيه. اعمل ايه يا شباب؟ اول خطوه تعملها محتاج سي 2 اللي هي طاقه الحركه اللي داخله الاستيج.
مديك السيجما صح، ومديني دلتا اتش. من دلتا اتش ده اجيب ايه؟ سي 2 بيساوي معامل الريشه، طالما ما ادانيش تنزل اللي هو ب 9 من 10، 9 من 10 في السي 2 النظري اللي هي جذر 2000 في 260 زائد سي 1 تربيع، ما فيش سي 1. لا الكي بتساوي السي 2 على السي 2 النظري ثيوريتيكال، ماشي شباب؟ ال 9 من 10 ده كي وليس ايتا نزل. شباب ايتا نزل بتساوي ايه؟ اهو سي 2 تربيع على ده ايتا نزل، طاقة الحركة الفعلية على النظري. طب الكي نزل بيساوي ايه؟ سي 2 على، هتلاقي السي كي نزل ده جذر ايتا نزل، بس هو مديني في المسألة كي وليس ايتا نزل يا شباب. خلاص اطلع هنا السرعة الفعلية، عاوز اجيب السواي 2، مش مديني الفا 2؟ اقدر اجيب ايه؟ سي واي 2 بتساوي يا شباب سي 2 ساين، وعندك سي اكس 2 بتساوي ايه؟ ساين وكوزاين، اجيب السي واي واجيب السي اكس. طيب يبقى انا طلعت المعادله دي سي واي 2، اجيب اليوم منين؟ من السيجما. طب ما السيجما ديت انت مديني بتساوي اليو على ايه؟ يبقى اطلع من هنا اليو متر على الثانيه، وانت بتحل هتلاقي اليو بتطلع 140 150 155 160 الرينج بتاع اليو. السي 2 هتلاقي 300 400، وهو ده كتر الحل يا شباب، هتعرف الارقام طالعه صح ولا لا. خلاص عندي اليو سواي 2، محتاج مين يا شباب؟ عشان اروح لنقطه 3 لازم اجيب دبليو 2 الاول واضربها في الكي يديني دبليو 3 عشان اتنقل للمثلث الثاني. اجيب دبليو 2 منين؟ خلاص انا عندي السي اكس وعندي الضلع ده في ثغورس، الضلع ده اللي هو مين؟ سواي 2 زائد يو ناقص يو قصدي، يبقى الدبليو 2 بتساوي جذر تربيعي لسي اكس 2 تربيع زائد سواي 2 ناقص اليو كل تربيع. خلاص انا طالما انا جبت الضلع ده اهو اللي هو سي واي 2 ناقص اليو وعندي السي اكس، اقدر اجيب الدبليو 2، وطالما عندي الضلعين دول اقدر اجيب البيتا 2 لو عاوزها، اللي انت ممكن تقول تان بيتا 2 بتساوي المقابل على ايه المجاور، او تقول ساين بيتا 2 ده على دبليو 2. تقدر تجيب بيتا 2 من اي حته. ولازم اجيب بيتا 2 ليه؟ حد يعرف؟ لان بيتا 3 اللي هحتاجها في المثلث الثاني بتساوي بيتا 2 ناقص، ماشي شباب؟ خلاص جبت 2 ونقول ساين بيتا 2 بتساوي سي واي 2 ناقص يو على دبليو 2، اطلع منين يا شباب؟ بيتا 2، ومنين اطلع؟ بيتا 3. يبقى انا اروح للمثلث اللي خارج طلعت له مديني زاويه بيتا 3، ومديني كمان ان دبليو 3 بيساوي ثابت في دبليو ايه؟ نتيجه الاحتكاك. يبقى المثلث ده خلاص عندي زاويه وسرعه وعندي يو اقدر ارسمه، يبقى تقدر تطبق التان والحاجات بتاعتك بقى، تقدر تجيب اللي انت عاوزه. حد يجيب لي بقى سي واي 3 يا شباب تيجي ازاي؟ انت عندك بيتا 3، ها؟ ساين بيتا 3 بتساوي ايه الساين؟ سي واي 3 زائد على، اطلع من هنا يا شباب سي واي 3، لان انت عندك البيتا 3 وعندك الدبليو 3 وعندك اليو. خلاص اقدر اعوض هنا اجيب ايه بقى؟ شغل الاستيج الاولانيه بس هتضربها في كام؟ في 10 وسالب 3 كيلو جول على كيلو جرام. محتاج حاجه من المثلث الثاني عشان اشتغل على 2 داش و3 داش، ايه اللي محتاجه يا شباب؟ ها؟ لازم الفا 2 داش بتساوي الفا 3 ناقص 6، يبقى محتاج مين؟
الفا 3. ومحتاج حاجه كمان، الريشه الثابته اللي هي ريش التوجيه داخل لها سرعه كام؟ سي 3 عشان تخرج سي 2 داش. مش احنا قلنا نظريا بيساوي بعض؟ لا، بس انا عندي احتكاك بمقدار كام؟ يبقى انا محتاج من المثلث ده اجيب السي 3 والالفا 3. محتاج من المثلث ده اجيب السي 3 والالفا 3. اعمل ايه؟ حد يجيب لي السي اكس 3 لو انت عاوزها. ها؟ في صغورس يا عم تقول يلا. ما يا شباب ايه يا والله، لو قلت دبليو 3 كوزاين بيتا 3 جبت السي اكس خلاص. ايه لو انت عاوزها سي اكس 3 دبليو 3 كوزاين بيتا 3. ها؟ سي 3 بتساوي جذر سي اكس 3 تربيع زائد سي واي 3 تربيع. مش ده المثلث فيثاغورس؟ طيب عاوزين الزاويه تان الفا 3 بتساوي سي واي 3 على اطلع من ايه؟ احنا كنا زمان بقى بنرسم الرسمه سكيل احسن، نوجع دماغنا ليه؟ كنا بنقوم راسمين الرسمه بسكيل، نقول مثلا 1 ل 50 وترسمها زي قدامك بسكيل كده اهو، ونقيس المسافه دي كلها ونسميها دلتا سي واي، تطلع بقى موجب سالب، تطلع الاثنين مجموعين الاثنين مطروحين، واحطها مكان ده ايه؟ واضربها في اليو يدينا على طول الشغل. ومن قال بقى وكنا بنقيس بقى والزاويه ونخلص. بس انتوا طبعا تقدروا شغالين تانو شغالين تانو وكوزاين وكده. اتعرفوا تكرروا الكلام ده بقى يا شباب؟ هتكرروا ازاي؟ نفس المثلث كده اهو، بس كل اتنين تسميها اتنين داش اهي. حتى في الامتحان كده تقوم ايه؟ لسه ارسم. يلا. لا عشان تعرف تحل. ايه اللي محتاجه؟ محتاج سي 2 داش. ها؟ مش انت جبت سي 3؟ سي 2 داش نظريا بتساوي سي 3 بس نتيجه للاحتكاك، لان داخل سي 2 ريشه ثابته والريش الثابته او ريش التوجيه بيتعامل مع السي، خارج سي داخل سي 3 خارج سي 2 داش. ايه ريش التوجيه ايه؟ داخل هنا سي 3 خارج سي 2 داش. نتيجه للاحتكاك قلنا نضرب في 9 ايه؟ خلاص يبقى انت كده جبت لي سي 2 داش. عاوز الفا 2 داش هنا ايه؟ اطلع. طالما عندك سرعه وزاويه تقدر ترسم المثلث كده، تقدر تجيب كل حاجه في المثلث. خلاص كده يا شباب؟ السي 2 داش هحللها مركبتين، ليه بقى؟ انا محتاج شغل المرحله الثانيه. يو دي عندي سي واي 2 داش زاد نفس الكلام هكرره. خلاص انا عندي سي 2 داش وعندي الالفا 2 داش جبتها، اعمل ساين وكوزاين يديني سي واي 2 داش وسي اكس 2 داش، واجيب الدبليو بنفس الطريقه دبليو 2 داش واضربها في 92% يديني دبليو 3 داش، واعمل نفس اللي انا عملته في المرحله الاولى يا شباب هي المرحله الثانيه بالظبط. بس تخلي بالك بقى من المثلث تجيب بيه 2 داش، اطرح منه 16 يجيبني بيه ايه؟ 3 داش. واجيب السي واي 3 داش واجيب الشغل بتاع المرحله الثانيه، اجمع الاثنين شغل مع بعض يديني شغل مين؟ الاستيش كامله. اضربها في الام دوت يديني الباور بتاع ايه؟ مرحلتين كيرتس. دي محلوله بالارقام، بس انا حللها ليه؟ لان عاوز اقول لك وانت بتحل ممكن تلاقي سرعه تطلع بالسالب، مش مشكله، يبقى عكس الرسمه بتاعتك. ممكن تلاقي زاويه طلعت بالسالب، انت بتقيس الزاويه كده. طب لما كان ممكن الضلع يبقى كده، يبقى انا بقيس الزاويه العكس ولا لا؟ ماشي يا شباب؟ يعني مش فارقه معاك تطلع اي اشاره معاك، انت بتشتغل جمع ايه؟ جبري. طبعا دي جبناها في امتحان قبل كده، بس كانت شغاله عند ايه؟ ماكسيمم يوتيلايزيشن فاكتور. ايه اللي هيفرق؟ ما كنتش هتحسب الشغل. احنا قلنا الماكسيمم يوتيلايزيشن فاكتور لتو ستيج
الدبل يطمن بكام؟ 8 يوتا ربيع. هتقوم جايب الشغل على طول بدل ما كنت قاعد اعمل كل ده. 8 يوتا ربيع في 10 سالب 3 كيلو جول على كيلو جرام، اضرب في الام دوت يديني الباور. وكان مثلث الخروج للمرحلة الثانية راديال. ها؟ وسي واي 2 كانت بكام؟ 4 يو. وسي واي 3 2 يو، عشان كانوا الاثنين يديك 6 يو تربيع. انا بقول لك حاجات اهو بدل. روح المثلث الثاني بقى. سي واي 2 داش كان بين 2 يو، وسي واي 3 داش بزيرو. هل وصلتوا المرحلة اللي انتوا تبقوا حافظين؟ وصلتوا المرحلة دي؟ شفت؟ بتقول ايه؟ عشان الاثنين انت عارف اهو، انت مذاكر اهو لسه. ما بص يا شباب، ده عاوزة تقعد وبالوان وترسم مثلث وكرتز وتجيب، هتجيب معاك والله. امتى؟ ما اعرفش بقى. كل ده امتى؟ امال الاسبوع اللي جاي احنا خدنا سنجل ستيج امبلس تربن، وقلنا لما يبقى فيه لارج بريشر دروب بيحصل فيه مشاكل، ان السرعه السي 2 بتبقى كبيره جدا مع ثبات السيجما بيديني يو كبيره، فاليوم ما بتبقى كبيره محتاج ان انا اكبر كتر الريش وازود الار بي ام بتاع الريش. فاحنا مشكلتنا سواء ما جينا نعمل كرتز ان البريشر دروب كله نزل في اول صف، ويخليني ان انا لو دخلت سوبر سونيك ان يبقى نزل كونفرجن دايفرجن، واتعرض بقى لشوك ويف ولوسز وكلام من ده، هيقلل لي برضه الكفاءه بتاعت ايه؟ التربين. فجه الراجل ده حلها ريتي وقال لك ايه، انا هقسم الانصال بدروب على كذا مرحله، يعني اكن بعمل سنجل ستيج بس بكررها، بحيث اقسم البريشر دروب على كل اول صف لكل مرحله. عشان كده الصف الاولاني يبقى نزل، الصف الثاني موفنج، الصف الاولاني عندي نزل، الصف الثاني موفنج، وهكذا. لو انتوا فاكرين لما كنا نرسم توزيع الضغوط كنا بنعملها ازاي، مثلا يحصل بريشر دروب، طيب الموفنج سيمتريك ثابت لان انا شغال امبلس، يبقى البريشر دروب حصل في الفيكسد. دخلت هنا عملت نزل بريشر دروب، بعد كده ثابت. ده توزيع من اللي احنا رسمناه قبل كده زمان الضغوط. يبقى انت كده البريشر دروب الكبير ده اهو قسمته على كم مرحله؟ مرحلتين. يبقى لو جيت المرحله ديت طول جذر 2000 دلتا اتش يديك سرعه صغيره احسن ما كنت طول جذر 2000 دلتا اتش اللي هي ايه الكبيره ديت، كان يديك سي 2 كبيره. يبقى انا لما زودت المراحل خليتهم 2 او 3 او 4، يبقى انا جزأت الانصال بضرب على كذا مرحله، فلما اجي اجيب السرعه هنا جذر 2000 دلتا اتش زائد سي 1 تربيع يديله سرعه صغيره. خلاص السرعه دي مقسمها على سرعه الصوت، تلاقي الموضوع سابسونيك. اقدر النزل يبقى كونفرجن، يا دوبك بس مساحه الخروج تبقى اقل من مساحه ايه؟ الدخول. توزيع السرعات بقى، سي 1 هتزيد، بعد كده هتقل، بعد كده هتزيد، بعد كده هتقل. ده توزيع مين يا شباب؟ السرعات. طيب هل في قوانين لها؟ هي نفس قوانين السنجل ستيج بس اضرب في عدد المراحل. يعني لو انت عاوز دبليو بتساوي انت ايه اللي عباره عن ايه؟ يو سي واي 2 زائد سي واي 3، هتشتغل على مرحله واحده وتضرب في ان اللي هي عدد المراحل. يعني انا هشتغل مثلث السرعات لستيج واحد بس هضرب في عدد ايه؟ عشان كده بيصمم مرحله واحده ويكررها نفس التصميم. انت داخل بسرعه 10 متر في الثانيه،
النزل زودها لك 20، شغل التربينة خرج 10، دخل للمرحلة التانية 10، بيحاول يخلي السرعة تقريبا اللي داخلة كل مرحلة ثابتة، بحيث ما يصمم المرحلة دي يكررها بس. ماشي يا شباب؟ يعني عشان كده ما يصمم المرحلة يطلع داخل تقريبا 10، النزل يحولها لك 20 30، حسب ما تطلع السرعة بتاعتك، تطلع 200 متر في الثانية، تشغل الريشة تخرج بعد ما تاخد طاقة حركة من الريشة تخرج تقريبا 10 وهكذا. عشان كده احنا كل اللي بنعمله من ايه؟ بنكرر المراحل. لو قال لك انت شغال عند الماكسيمم يوتيلايزيشن فاكتور، يبقى السيجما اوبتيمم بكام؟ نص ساين الفا 2. طب الشغل الاوبتيمم بكام؟ احنا قلنا 2 يوتا ربيع، بس تضرب في مين؟ في عدد المراحل. مش احنا طلعناها 2 يوتا ربيع يا شباب؟ بس مرحلتين يبقى 4 يوتا ربيع، 3 مراحل يبقى 6 يوتا ربيع. اكنك عملت في الشغل، لو انت شغال عند الاوبتيمم تضرب في عدد المراحل. لو قال لك عاوز ابسو الماكسيمم، هي ثابته اللي هي بكام؟ ساين ايه؟ تربيع الفا 2. طب لو طلب ارتفاع الريشه، ركز معايا، ممكن يطلب ارتفاع الريشه لسنجل ستيج، او يطلب ارتفاع الريشه الكرتز، او يطلب ارتفاع الريشه الريتشو. فاكرين؟ هتخش الخريطه، عشان اجيب ارتفاع الريشه محتاج ايه يا شباب؟ احنا قلنا القانون ايه اللي يديك ايه ارتفاع الريشه؟ ام دوت كده كده بيدالك في المساله، او تجيبها لو اداك الباور، الام دوت بتساوي الباور على الدبليو ستيج، بتساوي 1 على الحجم النوعي. يبقى انا محتاج من الخريطه الحجم النوعي اللي هو السبيسيفيك ايه؟ فوليوم، باي دي مين في ارتفاع الريشه اللي انت عاوزه في الاكسيال فيلوسيتي الافريج. هي بتختلف عندك لو في احتكاك، بس ايه؟ ممكن تاخد الافريج او تاخد اول واحده، تاخدها في اول مثلث. في نسبه وجود الريشه اللي انت بتحطه 9 من 10، في الاي اللي هي بتبقى بارشال ادمشن بواحد، او فول ادمشن تفرضها بثلاثه من عشره او اربعه من عشره حسب ارتفاع الريشه لو طلع معاك صغير. محتاج انا اجيب من الخريطه يا شباب؟ السبيسيفيك فوليوم. لو انت شغال سنجل ستيج هيديك التربينه داخلها بي واحد وتي واحد، يبقى اقدر اجيب نقطه واحد. وجبت انت من مثلث السرعات دبليو ستيج، اعمل ايه؟ ها؟ وجبت انت من مثلث السرعات دبليو ستيج، وعندك ايتا ستيج. من ايتا ستيج هتطلع اتش 2 داش او 2 ايزنتروبيك. يبقى انت كده حددت ايتا ايزنتروبيك اهي. ايتا ستيج بتساوي اتش 1 ناقص اتش 2، ده اللي هي اسمها دبليو ستيج يا شباب، على اتش 1 ناقص اتش 2 ايزنتروبيك. خلاص؟ يبقى انا عندي من دبليو ستيج بتساوي اتش 1 ناقص اتش 2 اطلع اتش 2، ومن ايتا ستيج اطلع اتش 2 ايزنتروبيك. ماشي كده؟ خلاص. يبقى انا عندي ان اتش 2 بتساوي اتش 1 ناقص دبليو ستيج، ودبليو ستيج دي انت جبتها من مثلث السرعات، جبتها 2 يوتا ربيع لو انت شغال اوبتيمم حسب ما انت جبتها. يبقى انا طلعت الانصلب اللي خارجه من التربينه الفعليه، هتعوض في ايتا ستيج تطلع اتش 2 اس. خلاص اتش 2 اس قطعت الخط الراسي، يبقى انا كده جبت الضغط اللي خارج من التربينه. التربينه مثلا او المرحله اللي انت عاملها دي طلعت الضغط 5 بار. واقوم جاي اتش 2 الفعليه ماشي، اقطع الكيرف ده في نقطه اللي هي 2. في الحاله ديت اجيب الحجم النووي بتاع نقطه 2 اللي هي نفسها نقطه 3. ليه؟
احنا قلنا ايه التمدد كله فين يا شباب؟ في النزل. فعندك دخول الريشة المتحركة 2 هي نفسه 3، يبقى ارتفاع الريشة يبقى ثابت. طيب لو انت شغال كرتز النقطة دي تبقى ايه؟ 2 و3 و2 داش و3 داش، لانه التمدد كله حصل في اول صف بس. بس ساعتها هتحط الشغل اللي هو الشغل بتاع كرتز اللي هو كم مرحلة؟ 2. ولو انت شغال اوبتيمم هتحطه ب 8 يو تربيع. ماشي شباب؟ يبقى لو طلب منك ارتفاع ريشة في كرتز هتلاقي اتش 2 هي اتش 3 هي نفسها 2 داش هي 3 داش، لان كلهم نقطة واحدة على ايه؟ على الخريطة. سواء كرتز او سنجل كلهم نقطة ايه؟ واحدة. طب ريتيو بقى؟ اللي الفعلية. طب هي لو ريتيو بقى يا شباب هيبقى الكيرف عامل ازاي؟ يبقى في كرتز ارتفاع الريشة ثابت، يعني هتلاقي ارتفاع الريشة حصل دروب على طول بعد النزل، بعد كده هتلاقي ارتفاع الريشة ايه؟ ثابت. تعال نشوف في ريتيو بقى. انت عندك ريتيو مثلا مرحلتين، عاوزين نجيب ارتفاع الريشة. بي واحد تي واحد نقطة واحدة يا شباب. لو انت مرحلة اول مرحلة مش انت جبت الشغل؟ اتش 2 بتساوي ايه؟ اتش 1 ناقص دبليو المرحلة الأولى. ومن ايتا ستيج بتساوي ايه؟ اتش 1 ناقص اتش 2 على اتش 1 ناقص اتش 2 اس. اطلع من هنا اتش 2 اس. ها خلي بالك، ريتيو ارتفاع الريشة بيزيد وانت داخل على اللو بريشر. ارتفاع الريشة ايه؟ بيزيد، لان انا عندي كل شوية نقطة 2 ونقطة 3 نفس ارتفاع الريشة، ونقطة 2 داش ونقطة 3 داش نفس ارتفاع الريشة. وده شغل المرحلة الأولى وده شغل المرحلة الثانية اللي هما الاثنين بيساووا بعض. مش احنا قلنا نفس البتاع بس بننزل نفس؟ طيب خلاص هم حدد اتش 2 اس يديني نقطة 2 اس، يبقى انا كده جبت الضغط اللي خارج من المرحلة الأولى. وهم حدد اتش 2 يبقى انا كده حددت نقطة 2 هي لسه نقطة 3. المسافة ده ايه؟ هي شغل المرحلة الأولى اللي هو يو سواي 2 زائد سواي 3 اللي هي بتساوي شغل المرحلة الثانية وشغل المرحلة الثالثة. او لو انت شغال اوبتيمم اللي هي بتساوي 2 يو تربيع. ماشي يا شباب؟ يبقى انا كده ده شغل المرحله الاولى. لو انت شغال اوبتيمم هتبقى 2 يو تربيع. طيب عاوزين نخش على المرحله الثانيه. انا جبت نفس ايه اللي سيش كررتها بنفس الشغل بنفس الديزاين، انزل منين؟ من النظر ولا الفعلي؟ من الفعلي. هتقوم قايل كده اهو، هقوم نازل كده يجيب مين؟ 2 اس داش، ونقوم جايبين الضغط مين؟ الضغط اللي خارج من المرحله دي، واحط هنا اتش 2 داش يحدد لي النقطه ده اللي هي 2 داش وهي نفسها كام؟ والمفروض المسافه ده ايه؟ هي الشغل بتاع المرحله الثانيه اللي هو بيساوي شغل المرحله الاولى. عشان كده انت لو جمعت الشغل ده والشغل ده اكنك خدت واحد وضربته في كام؟ في 2. يبقى تاني يا شباب، عشان انا يهمني الوقت اجيب من الخريطه كام حجم نووي؟ 2. الحجم النووي في 2، اقوم معوض هنا يديني ارتفاع الريشه عند نقطه 2 هي نفس ارتفاع الريشه عند نقطه 3. واقوم نفس الخريطه اجيب الحجم النووي 2 داش اعوض هنا يجيب لي ارتفاع الريشه عند 2 داش و3 داش اللي هتلاقيه اكبر من 2. اجيبه منين تاني اهو؟ انا خلاص بي 1 وتي 1 جبت اتش 1، هقوم جاي هنا اطرح من اتش 1 الشغل يديني اتش 2،
ده الانصلاب الفعليه اللي خارجه من المرحله الاولى من قانون ايتا ستيج، اجيب اتش 2 داش، يبقى انا كده اقوم نازل نظري جبت 2 اس قصدي واتش 2، حددت الضغط اللي خارج وفي نفس الوقت حددت الحجم النوى بتاع نقطه 2 و 3. نفس الكلام هنكرره بس بين مين ومين بقى؟ انا عاوز اجيب اتش 2 داش بيساوي اتش 2 ناقص الشغل بتاع المرحله الثانيه اللي هي اتش 2 داش ده بتساوي اتش 2 ناقص شغل المرحله الثانيه اللي هو بيساوي شغل المرحله الاولى، يعني لو هو نفس الشغل. ونفس الكلام ايتا ستيج بتساوي اهو الفعلي اللي هو اتش 2 ناقص اتش 2 داش على ايزنتروبيك اللي هو اتش 2 ناقص اتش 2 اس داش. اطلع منين يا شباب؟ اهو محدد اتش 2 اس داش يمشي يقطع الراسي، حددت هنا ضغط مين يا شباب؟ ب 3. عشان احدد بقى الانصلاب الفعليه اتش 2 داش هتقطع خط الضغط يديني اتش 2 داش، اقدر اجيب منها الحجم النوعي عند 2 داش. وهو ده اللي انا محتاجه فين؟ في الام دوت يا شباب. يبقى ان الام دوت دي عشان اجيب ارتفاع الريشه سواء عند نقطه 2 ونقطه 3 اللي هم بيساووا بعض، او عند نقطه 2 داش و3 داش ماشي، محتاج احدد الضغط اللي خارج من المرحله الاولى والضغط اللي خارج من المرحله الثانيه. والمفروض لو انت ده الشغل بتاع المرحله الاولى قسته هتلاقي نفس الشغل بتاع المرحله الثانيه لان نفس المرحلتين. خلاص اطلع مننا ارتفاع الريشه مع ثبات مين؟ القطر والاكسل فيلوستي ابسم ممكن تفرضها بواحد، اما الاي دي خدها مره بواحد. لو طلعت ارتفاع الريشه 2 سم 3 سم تقوم فريضها بارشال ادميشن وتفرضها ب 3 من 10 او 4 من 10، هتلاقي ارتفاع الريشه معاك زاد. هتلاحظ كده في ريتيو يقول لك ليه ارتفاع الريشه بيزيد وانت متجه عند اللوب ريجر. ليه؟ لانه كل ما اتجه عند اللوب ريجر ايه اللي حصل؟ الضغط ايه اللي حصل له؟ قل. وطالما الضغط قل ايه اللي حصل للحجم النووي؟ بيزيد. طالما الحجم النووي زاد ايه اللي حصل؟ ارتفاع الريشه تزيد. عشان كده تلاقي التربينه طالعه كده يا شباب، طول ما انت شغال ارتفاع الريشه يزيد. ماشي يا شباب؟ يبقى ريتيو هي سنجل ستيج امبلس تربين، بس بكررها. مثلث السرعات هتشتغل على مرحله واحده، لما يجي يطلب الشغل يقول لك 20 مرحله تنضرب في 20. لو قال لك انت شغال عند الماكسيمم يوتيلايزيشن فاكتور يبقى تاخد الشغل 2 يوتر بيه في عدد المراحل، بس تخلي مثلث اللي خارج راديال لكل مرحله. طالما انت شغال عند الاوبتيمم يبقى راديال للمرحله الاولى خارج 90 والمرحله الثانيه خارج 90. ماشي يا شباب؟ لان انت كل اللي عملته مرحله وكررتها كذا ايه؟ كذا مرحله. ماشي يا شباب؟ كده خلصنا الامبلس. شكرا.